من القاهرة ينضم إلينا مراسل الغد محمد الحمراوي. محمد، الموقف المصري ثابت ومستقر على مبدأ حل الدولتين كما صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري، ماذا عن باقي التفاصيل عن مخرجات هذا الاجتماع اليوم؟ نعم جمانة، بالفعل كان هناك تأكيد ليس فقط على لسان وزير الخارجية المصري وإنما على لسان الوزراء الأربعة، مصر وألمانيا وفرنسا والأردن، بالتأكيد على دعمهم لحل الدولتين وأن إقامة السلام في المنطقة وفي هذه المنطقة المليئة بالصراعات كما وصفها الوزراء يستدعي هذا السلام حل الدولتين وتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية أولا وقبل أي شيء، كما جاء في التأكيد وخلال المؤتمر الصحفي الذي جمع وزراء خارجيات الدول الأربعة. هذا الاجتماع الذي يعني استعرض التحركات التي جرت خلال الفترة الماضية، خاصة من خلال هذه آلية مجموعة ميونخ التي شرعت أو بدأت منذ فبراير من العام 2020، تم استعراض الخطوات والتحركات التي جرت خلال الفترة الماضية، وصفوا يعني المؤشرات التي هي موجودة حتى الآن بأنهم تلقوا إشارات إيجابية من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بشأن إمكانية يعني إعادة إحياء عملية السلام والعودة من جديد للمفاوضات ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. في الوقت ذاته كان هناك يعني إدانة واستنكار للخطوات الأحادية التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي من وقت لآخر بشأن التوسعات الاستيطانية وكذلك أيضا المشروعات الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل من هدم للمنازل وانتهاكات بحق المقدسات الدينية هناك في القدس. لذا كان هناك مطالبات للاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن الخطوات الأحادية التي يقوم بها والتي يمكنها أن تقود أي تحركات لإقامة جسور من الثقة ما بين الجانبين وإمكانية العودة من جديد للمفاوضات. كان هناك أيضا استعراض لدور الولايات المتحدة الأمريكية وأنه ربما الفترة الآن بسبب وجود انتخابات وأيضا انتخابات في إسرائيل، ربما يعني الظرف في هذا التوقيت ليس مواتي وإنما الولايات المتحدة الأمريكية لها دور أكيد ومهم في هذه المفاوضات، وأن ما يحدث الآن هو يعني تهيئة الظروف والأجواء استعدادا لإمكانية يعني إشراك المجتمع الدولي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل وجود إدارة أمريكية جديدة يمكنها العمل والانخراط في هذه المفاوضات كدور وسيط ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الفترة المقبلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية ووفقا أيضا لإقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين باعتباره هو أساس السلام في المنطقة. الوزراء اتفقوا على استمرار التنسيق والتشاور فيما بينهم وفقا لهذه الآلية، آلية مجموعة ميونخ. الاجتماع الثالث لهذه الآلية كان هنا في القاهرة، الاجتماع المقبل الرابع سيكون في باريس خلال فترة مقبلة يتم فيها مزيد من التنسيق بشأن إمكانية عودة المفاوضات وإقامة مفاوضات جديدة وإحياء لعملية السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين. نعم جمان. نعم محمد الحمراوي مراسل الغد كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.